الكسوف والشمس أو ما يعرف بالكسوف، ما هي هذه الظاهرة وما هو سبب حدوثها؟ سنتعرف وإياكم في هذا الفيديو عن هذه الظاهرة الكونية العجيبة. كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا، ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد، عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري، بحيث يلقي القمر ظله على الأرض. وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف، سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء. الكسوف الكلي للشمس، بالرغم من أن القمر يتواجد مرة كل مطلع شهر قمري بين الشمس والأرض، أي يمكن القمر أن يكون في طور المحاق، ولكنه أبعد من أن يصل ظله إلى الأرض، فلا يحدث الكسوف حينها. وكذلك قد يكون القمر في طور البدء وبعيدا في مداره عن الأرض، بحيث لا يحدث الخسوف، ويعود هذا إلى المدار الأهلاليجي للقمر حول الأرض. وميل مدار القمر حول الأرض على المستوى الكسوفي بزاوية 5 درجات، بحيث لا تتواجد الأجرام الثلاثة على مستقيم واحد بالضرورة، مطلع ومنتصف كل شهر. ويتقاطع مدار القمر في دورانه حول الأرض مع المستوى الكسوفي في موضعين يسميان العقدة الصاعدة والعقدة النازلة. فلو كان مستوى مدار القمر حول الأرض منطبقا على المستوى الكسوفي، لحصل كسوف نهاية كل شهر قمري بالضرورة، ولحدث خسوف قمري منتصف كل شهر قمري. لكن ظل القمر لا يسقط على الأرض إلا عندما يكون القمر في أحد عقدتيه أو قريبا منهما. لافتا إلى أن فترة الكسوف ترتبط بفارق الحجمين الظاهرين للشمس والقمر، بحيث تحدث أطول فترة للكسوف الكلي عندما يكون القمر في الحضيض أقرب ما يكون إلى الأرض، وتكون الأرض في الأوج أبعد ما تكون عن الشمس. بشكل عام قد تستمر عملية الكسوف الكلي من بدايتها إلى نهايتها قرابة 3 ساعات والنصف. يمكن أن يؤدي النظر نحو الشمس بصورة مباشرة إلى أذية دائمة للعينين أو الإصابة بالعمى، لذلك تستخدم تقنيات خاصة لحماية العينين أو اتباع أساليب غير مباشرة عند مشاهدة الكسوف الشمسي. من الآمن بمكان مشاهدة الطور الكلي لحظة اكتمال حجب القرص الشمسي بالكسوف الكلي للشمس بالعين دون استخدام وسيلة حماية، إلا أن هذه الممارسة خطيرة إلى حد كبير، والسبب يكمن في عدم قدرة معظم الناس على التعرف على أطوار الكسوف الكلي، والذي قد يستمر لأكثر من 2 ساعة، في حين أن الطور الكلي لحظة حجب القرص الشمسي لا تتعدى زمنا أقصاه 7.5 دقائق، في أي مكان يقع فيه الكسوف الكلي. وقد يسعى بعض الهواة المولعون بالكسوف إلى السفر إلى مواقع نائية حول العالم بغية مشاهدة أو رصد حوادث كسوف للشمس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.